لكم في هذا الفيلم ملخص عن قانون التطور بالاستعانة بمقاطع مصورة من أفلام وثائقية علمية معروضة على الإنترنت. قانون التطور هو دراسة تكميلية لنظرية التطور وللداروينية الاجتماعية، تقدم رؤية عامة أكثر شمولاً وتبين تسلسل مراحل التطور ضمن قانون واحد يجمع العلوم الفيزيائية الحيوية والاجتماعية. وقد تطرقنا في هذه الدراسة لعدد من المواضيع التي يمكن أن تعتبر تطويراً أو إضافة لنظرية التطور والداروينية الاجتماعية، يمكن إيجازها بمجموعة نقاط سنبدأها بقانون التطور. إنه ببساطة البقاء الأفضل، والسر هو في كلمة الأفضل والتي تحمل عدة معاني. ففي البداية، قبل تشكل الذرات وتجمع الإلكترونات والبروتونات لتشكيل المعقد الأولي وهو الذرات بأنواعها، بدأ قانون التطور، حيث أن كلمة الأفضل كان لها معنى وهو الأعقد أو الأكثر تنظيما أو الأقل عشوائية وعفوية في حركته. تنظم كل ذلك قوانين الفيزياء والكيمياء. وتابع تطور شيئا فشيئا إلى أن بدأت مرحلة المركبات العضوية، وكل هذا ضمن معنى الأعقد أو الأكثر تنظيما لكلمة الأفضل، أي البقاء الأفضل للأعقد الأكثر تنظيما. وبعد هذه المرحلة بدأت المركبات العضوية تغير في اتجاه تطورها ليكون لكلمة الأفضل هذه معنى آخر، ألا وهو القادر على تكرار الذات. وهكذا كانت وحدات الخلية هي الأفضل لقدرتها على تكرار ذاتها أو صنع الشبيه مما حولها من ذرات وجزيئات. تنطلق عملية التطور المعروف لدى علماء الأحياء من أول واحدة خلية وحتى الإنسان، لكن ستتخلل هذه المسيرة عدة مراحل. في هذه المرحلة أصبح لكلمة الأفضل معنى القادر على الحركة بالإضافة إلى المعاني السابقة. وأيضا تابع التطور طريقه لتأخذ كلمة الأفضل معنى القادر على الافتراس للحصول على المواد العضوية مجمعة عوضا عن السعي وراء فتاتها، ثم تأخذ معنى الأقوى. وفي النهاية المرحلية الإنسان بدأت كلمة الأفضل تحمل معنى آخر حين بدأ الإنسان بدخول سلسلة تطور، وهذا المعنى هو البقاء الأذكى، إنه العقل. لقد بدأ يلعب دوره الفعال مسرع للتطور. ولكن هذه السلسلة لم تقف عند هذا الحد كما تظن الأغلبية من الناس، فالإنسان ليس قمة هذه السلسلة لأنها أعقد من أن تقف عند كائن ما. وهكذا نعود لكلمة نهاية المرحلية، فالإنسان كان نهاية مرحلية لسلسلة التطور لكنه ليس النهاية الكلية. فأمامنا الآن كائنات أكثر تطوراً من الإنسان في سلسلة التطور. بدأت هذه المعقدات التطورية تأخذ شكلها الجديد حين بدأت كلمة الأفضل تحمل معنى إضافياً لها، ألا وهو الأكثر اجتماعية أو تعاوناً. وجاءت نتيجة هذا المعنى المعقدات التطورية الجديدة وهي المجتمعات. فتعاون الإنسان مع بني جنسه جعله جزءاً من منظومة حية جديدة في سلسلة التطور، أصبح يحمل مهمة خاصة فيها وله ضمنها حقوق وعليه واجبات، والأهم من ذلك كله أصبحت له وظيفة. فكما اختصت الخلايا في أجسام الكائنات المتطورة بوظائف تميزها عن غيرها، كذلك أصبح الإنسان وظيفة يختص بها في مجتمعه. لقد أصبح هذا الكائن الجديد المجتمع يمتلك قوة وتفكيرا وتنظيما هائلين، ومن ثم يأخذ قانون التطور منحا أكثر تنظيما من حيث تنظيم المجتمع البشري جميع عوامل الحياة من حوله، مصادر طاقة زائد كائنات أدنى كمصادر غذاء، ليصبح المجتمع الأكثر قدرة على البقاء هو الأكثر قدرة على تنظيم نفسه وما حوله للوصول إلى الهرم الأرضي الكبير. لنفهم هذا الهرم الأرضي دعونا نشبه أنواع الكائنات المستقلة بشرائح يتناسب قطرها أو مساحة سطحها مع أعداد أفراد النوع، ونرتبها من الأسفل إلى الأعلى، من الأقل تطورا إلى الأعقد في سلسلة التطور. فينتج لدينا هرما لم نبلغ رأسه بعد، ولكن قاعدته الواسعة يمكن اعتبارها وحدات الخلية الأكثر أعدادا، وتتناقص أعداد هذه الأنواع بارتفاع نتيجة للتوازن الطبيعي في السلسلة الغذائية. فيتشكل لدينا هرما يعلوه نوع بقطر يفترض أن يكون أصغر نسبيا وهو الإنسان، وفوقه يستمر التطور إلى أن نبلغ الذروة التي لم تكتمل بعد وإنما يمكننا تخيلها، وهي المجتمع المثالي الذي يجعل من الكرة الأرضية كائنا واحدا، البشر هم خلاياه ومنظموه. بعد أن نصل إلى مرحلة الهرم الأرضي الكبير، سوف يستمر التطور للوصول به إلى حالة مثالية من حيث مساحة السطوح النوعية وتناسبها مع مساحة الكرة الأرضية،
وعندها سيكون رأس القائد لهذا الهرم المثالي هو المجتمع المثالي المنظم. وبالطبع وكما يتبادر إلى الذهن، سوف ندرك أن هذا الهرم الأرضي الكبير قد أصبح آخر الكائنات سلسلة التطور، كائناً من نوع جديد. هذا الكائن الجديد الأكثر تطوراً في سلسلة التطور هو كائن مستقل بذاته، لا يحتاج إلى كائنات أخرى ليعيش عليها، فهو يعيش على منتجات الأولية التي تعطيها إياه الأرض والطاقة الشمسية، ويوجد داخله كائنات مهمة كل منها تحويل هذه الطاقة والتغذي عليها، ومن ثم إفادة الكائنات الأخرى في السلسلة الغذائية، وصولاً إلى العقل المدبر في هذا الكائن وهو المجتمع البشري. ولكن قوانين تطور وسلسلة التطور لا تتوقف، والتطور ما يزال مستمراً. فإلى أين يمكن اتجاه وكيف يمكننا أن نستنتج طبيعة عمل قوانين تطور بعد الهرم المثالي الأرضي الكبير؟ يمكننا تشبيه مراحل تطور بساعة عقربها هو جملة البقاء الأفضل، وهو العقرب الوحيد والذي يدور باتجاه دوران الزمن. إن هذا العقرب البقاء الأفضل قد بدأ عمله، أي دورانه، عند بداية الأكثر تنظيما، وبدأ هذا العقرب بتسير تطور مرورا بالمعاني السبع الأساسية التي تتخذها كلمة الأفضل، إلى أن وصل في مرحلتنا الحالية إلى قرب نهاية الأكثر تعاوناً، وبدأ نتيجة تداخل الأكثر تعاوناً مع الأكثر تنظيماً بالولوج في بدايات الأكثر تنظيماً، ولكنه ليس الأكثر تنظيماً الأولي الذي انطلق منه. فهذه الدورة الثانية لساعة التطور، وهي تنطلق مع كائنات مستقبلية.